مشاهدينا، واكيد سبتنا فله، واليوم في الفقره الفنيه اليوم السبت اكيد معانا رنا سولا عشان تطرب استوديو سيدتي. اهلا وسهلا فيك رنا. يا هلا حبيبتي، ايش عامله؟ الحمد لله، انت شلونك؟ تمام. طيب يا رنا، كذا باين عليكي بنوته صغنطوطه. طيب، واكيد السؤال المعتاد اللي هنسالك هو بداياتك. بداياتي الاذاعه. ممتاز. بدات من الاذاعه، حلو. طب احكي لنا القصه. في المدرسه اذاعه. حلو. جيت ام الناس وانا اذاعه. في اذاعات مدرسيه؟ اي على طول. في البيت طبعا احب الدفاتر تكتبين فيها الاغاني وتحطي صوره المغني وكذا. صح صح. الله، نفس جيلي رن. نفس الاشياء اللي كنت اسويها. ايش اكثر اغنيه كانت ماسكه معك من انت صغيره، يعني كنت دائما تحاولي تغنيها؟ محمد عبده. كان من اكثر الناس اللي تحبي تسمعينه في ذيك. ايوه، طال المداح. اي، يعني الاغاني المعتاده اللي كلنا الحجز نحبها. اوكي. من بعد مزح ولعب وايوه. طب كوبليه كده، طال المداح صغير. طال المداح على السريع. اوكي. وانا الذي كنت اهرج والكل حولي سكوت، قد صرت اتلام واسكت واحسب حساب كل صوت، واخجلي اذا جات عيني صدفه بعينك واصير مربك وحاير في امري من فرحي يا بغاطير. يا سلام عليك يا رنا. الله عليك يا رنا، تفوقتي بصراحه. تفوقتي علي يا رنا. اي، لانه احنا كمان عندنا عبير دائما تغني لنا خلف الكواليس، ويعني أيوة عندها اداء بس ما عندها صوت. يعني اشياء كذا. في اقدر اني اخش في الجو نسوي دويتو خلاص بعد الهواء؟ لا نهائيا، ما انصحك ابدا يا رنا. الدويتو اكيد معي انا بعد مشاعر. صح، على بعد انت عليك بحه ما شاء الله جميله. طيب خليني كمان اسالك، يعني خلال هذه الفتره كيف، ايش التدريبات اللي دائما انت تحبي تسويها؟ تعدي كيف تمرني صوتك؟ طبعا مع ذا الجو. اي، هذا الجو كلنا بنعاني منه. ايوه مره نعاني. بس احب اكون يعني على طول مجهز الجديد. اوكي، القديم مطلوب، بس برضو الجيل الجديد يبي الاغاني الجديده اللي فريش مره. صحيح. هذا شيء مره متعب الصراحه. بس ان شاء الله الله يقدرنا ان احنا نرضي الكل. طيب برنا، سؤالي المعتاد اللي دائما اساله للي زيك، يعني مثلا مبتدئين في موضوع الغناء، شركات انتاج، يعني ما شاء الله تبارك الله، انا صوتك عجبني، انا من وجهه نظري شفت ما شاء الله عليها. اي ما شاء الله تبارك الله، يعني عندها مساحه في صوتها زي ما تفرق عنك. بس فين شركات الانتاج؟ ولا انت مأخر الموضوع لسه، مثلا انت بتثبتي نفسك اكثر في الساحه، ليش ما بديتي تشتغلي على الموضوع ده، انك تبداي تطلع اغنيه سنجل او البوم؟ هو ان شاء الله في سنجل، بس ان شاء الله تكون البدايه من عندكم. اكيد يا رب ان شاء الله تكون وصلت سيدتي ببداياتك. اتمنى والله. طيب انا حابه اسمع منها ذاك الغبي. أنا كثير أحب هذه الأغنية، وأحس أن صوتك حتكون رائعة. جميلة صوتها ما شاء الله. فكمان ممكن ناخذها بالعود. أوكي. يلا. ليه راجع من تبي عاشقك ذاك الغبي اللي كنت انت عيونه، كنت اول من يخونه، انتظر لمات طيب صاحبي. الله. طيب رنا، انت قلتي طبعا في البدايه كنت متاثره، واتوقع ولا زلتي، بالفنان القدير فنان العرب محمد عبده. بس كمطربات من ناحية السيدات، مين أكثر مطربة أنت تحبي أغانيها، تعتبريها قدوتك ولا الآيدل حقتك؟ يعني نوال تقريبا. نوال. يعني هي اللي مثال جميل مرة. طبعا. كل ولا صوت ولا سمعة ولا أي شيء، يعني الواحد. إيش أكثر أغنية تحبيها النوال؟ مرة تحبيها كذا تقعدي تدندني. لا من جد. عرفت الناس. حلو. طيب كنت حابه اسالها، يعني انت مين اكتشفك؟
يعني في العيلة كذا أحد قال لا دي صوتها حلو؟ شوفي هي العيلة ما شاء الله إحنا صح عيلة متحفظة بس أغلبنا صوته حلو. وعندي خالي جسيس كان تعرفين؟ أيوة. فهو كانت طلعتي صعبة إنه نطلع كذا بالسوشيال ميديا وكذا وذا بس نجحت تقبل الوضع. أيوة. قديش خدمتك السوشيال ميديا رنا في ظهورك؟ شوفي كشغل لسه بس كشهرة خدمتني يعني ما شاء الله صار يعني في كثير مشهورين يكلموني بنقابلك نشوفك في المكان الفلاني ايفنتات يعني فين تغني؟ انت لما انت بتغني فين بتروحي تغني؟ كل مكان كل مكان كل مكان كل مكان تقدرين تغني لان طالما انا مغنيه وفنانه اي مكان راح اروح فيه حيقولوا لي رنا ممكن تغنين في اي مكان. واجهت انتقادات عشانك بنت؟ تعرفي لسه عندنا الى حد ما شويه مجتمعنا متحفظ من كثير لابد ان اواجه وانا احس انه الانتقادات طريق النجاح. وكيف تعاملتي؟ لا طبيعي ورا ظهري خلاص بالعكس انا احس ان انبسط لما ينتقدوني يعني في احد منتبه لي. شكرا. اي طيب كمان يا رنا نعرف انه يعني ما شاء الله ستايلك بنوته صغيره واضح انك روشه اكيد يعني كثير في ما نبغى نتكلم مثلا عن الزواجات وغيرها خلينا نتكلم عن الايفنتات. كيف شفتي اقبال البنات مثلا لما جميل تدخلي معاهم في الجو وكذا؟ شوفي انا احب اسمع ثلاث دقات بسم الله انا عارفه هي مره صعبه. طيب بس هي حلوه اذا يعني كانت صوتها عالي وكلنا نغني مع لا بعض. لا ماجد ماجد انت تحبي ماجد؟ ايوه احب ماجد. اظلم اكثر؟ اوكي يلا اظلم اكثر اظلم اكثر يا رؤى يلا ماجد ثلاث دقات بعد الهواء اي كذا نحطها ونغنيها مع بعض. اوكي اظلم اكثر وشد حالك معاي زيدني جرح زيدني اكثر هموم لا تحاتي صرت متعود تراي نام ظالم وانا بنام مظلوم. السلام عليكم. كملي انت ليش انا مقهوره منها بتغني تيزر انا مقهوره قال لك انه مين قال لك كل اللي قلنا عليك بقول اسمع طيب صوت العود لسه ما خش العود لسه ما خش يلا كمل على الكوبليه اللي كملي لو سمحتي لا انا اكمل لك فانت حل شخصيتي يلا كل الكوبليه لا لا يا لو سمحتي يعني كل الكوبليه وعود كمان لسه تو نبي نبدا ندخل جو معاه اي ما اقول لك هو اول كوبليه بعدين يعني متحمسين طيب والله متحمسه اوكي أنت حل شخصيتك أوقف أمام مرايتي وضميني وأحبيني وأحكي لي وش سوى زمان وش حيلتي لا صرتي لي في الدنيا هذه حاجتي مع اني ما كنت اعتقد ذا الحب القى بمكان لا 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 هزمتني هزمتني وقلقت فيني راحتي كم قلتها ما راح احب خدعني برك يا الأمان علقتني خليتها باللون الأبيض رايتي مستسلم كل رجاء كل لك حنان. الله يسعدك يا شيخ ما شاء الله عليك برافو يا رنا أهنيك بصراحة. أنا مين أكثر شخص في البيت يدندن معاك؟ أيوه يقول لك تعالي غني تعالي نسهر سهرانين كذا وسمر جرت للسمر ووناسة. في عندي أختي يعني هي مو بأختي أختي لا هي أخت الدنيا اسمها فطوم هذه يعني إنسانة مرة قريبة من قلبي هي أكثر شخص يعني تعرفين لما يكون عندك تميمة حظ هي تميمة الحظ ما شاء الله كان ودي أنها تكون اليوم معنا بس ما قدرت ما حصل.
يلا طبعا احنا نوجه لها تحيه فطوم من هنا. وبتغني معاها دايم. ايوه. وانت الاهل الوالده الوالد متقبلين انه انت بتغني؟ اخذين الفكره ببساطه يعني؟ طبعا اكيد كان المره الاولى شويه الموضوع صعب عليهم، الا ما قاعدين يشوفوا هم طبعا قد ايه عندنا كثير بنات سعوديات وفنانات سعوديات دخلوا مجال الفن وعالم الفن ونجحوا فيه. هم كيف كانت ردة فعلهم؟ الوالدة الله يرحمها. بس الوالدة في البداية طبعا كان عندها تشك كبير مرة، بس يعني حاولت قلت أنا بطلع بالشكل اللي إن شاء الله يرضيك. طبعا اليوم طبعا هي طالبة أنه أنا أطلع بالعباية والطرحة. الله يحفظها ويخليها. أوجه تحية لوالدتي بالطرحة. جميلة في كل الأحوال، بالعباية والطرحة. كنت ما أنت لابسة عباية وطرحة، جميلة قلبا وقالبا. جميلة، تسلمي حبيبة قلبي. إيش أكثر أغنية تغنيها للوالدة؟ طبعا هي تحب ترى المداح. قبل ما تغني لي ترى المداح ونهدي للوالده، انا احب اشكر وجودك معنا اليوم. وانا اشكر اتحفتينا بصوتك الرائع ما شاء الله. قلبي تشرفت فيكم الله يسلمك يا رب. مشاهدينا احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، نشوفكم بكره في امان الله. تفضلي يا رنا. مسك الاغنيه تبغى تغنيها يا رنا؟ ترى احنا قاعدين ترى للصبح. معود معود احبك لو تكون حاضر. الله يلا. أحبك لو تحب غيري وتنساني وتبقى بعيد، عشان قلبي بيتمنى يشوفك كل لحظة سعيد، وراح أمشي معاك للآخر، وأنا إن شاء الله معكم بكل الآخر. يلا حبيبة قلبي.